السلام عليكم. اليوم سوف نقوم بتصحيح امتحان جهوي لدورة يونيو 2018 خاص بمادة الرياضيات لسنة ثالثة إعدادي. أولا بالنسبة لهذا الامتحان سوف نقوم بتصحيح فقط الدروس المتواجدة وفقط التمارين الخاصة بالدروس التي توجد في الإطار المرجعي، فكما نعلم بالنسبة لهذه السنة فقد حذفت بعض الدروس، لذلك سوف نقوم بتصحيح فقط الدروس التي ستكون مبرمجة لهذه السنة. Premièrement, on va commencer par résoudre les équations. سوف نبدأ بحل المعادلات. لدينا هنا معادلتين، إحداهما من الدرجة الأولى والأخرى من الدرجة الثانية. يعني la première c'est une équation de premier degré et l'autre c'est une équation de deuxième degré. Alors on va commencer par l'équation 2x moins 4 est égal à 5 moins x. Alors pour résoudre cette équation, on va mettre les inconnus. سوف نضع المجاهيل العدد مجهول في طرف والعدد معلوم في طرف الثاني. إذا تصبح 2x ناقص x نحولها إلى الطرف الأول تصبح زائد x. هنا 5 ناقص 4 نحولها إلى الطرف الثاني تصبح زائد 4. إذا هنا لدينا 3x، هنا لدينا 9. إذا x تساوي 9 على 3. دونك هنا نقوم بالقسمة على 3 وهنا بالقسمة على 3 فنحصل على x تساوي 9 على 3. إذا x تساوي 3. إذا الإكواسيون admet une seule solution c'est 3. أو المعادلة تقبل حلا واحدا وهو 3. نمر إلى المعادلة الثانية. المعادلة الثانية من الدرجة الثانية de deuxième degré. 49 تساوي 0. لحل هذه المعادلة دائما، معادلات من الدرجة الأولى لحلها دائما إما نبحث عن un facteur commun أو معامل اللي هو مشترك اللي ممكن نعملو به، إما نقلبو على متطابقة هامة اللي كتشبه لينا لهاد ليكواسيون. هنايا إلا انتبهنا ليكواسيون ممكن نكتبها على هاد الشكل، إكس كاغي ناقص 49 هي عبارة عن مربع لعدد، والعدد الذي مربعه 49 هو 7. إذا 7 أس 2 تساوي 0، وبالتالي هنا كتعطيني المعادلة أو المتطابقة الهامة ليدونتيتي غوماركابل رقم 3 اللي هي أ كاري موان بي كاري كتساوي أ موان بي فاكتور أ بلس بي. دونك نطبقها هنايا غتعطيني x ناقص 7 عامل لي x زائد 7 تساوي 0. اذا هاد المعادله هذه كتعطيني في الاخير تؤول في حلها الى معادلات من الدرجه الاولى، وكتعطيني هاد العامل مضروب في هاد العامل كتساوي 0. اذا الحل ديال هاد المعادله كيكون عباره عن حلين، هنا هاد الاكسبرسيون كتعطيني x ناقص 7 تساوي 0 و x زائد 7 تساوي 0. دونك اما تقبل هذا الحل او هذا الحل. دونك عندها دو بونجور نزلنا عند طلب بعض اعضاء مجموعه التحضير للامتحان الجهوي. سوف اقوم بانجاز هذا التمرين. اولا سنبين ان هذه العباره تساوي هذا التعبير. alors on va commencer par la première expression x carré moins 4x plus 3. alors شنو كنحتاجو نديرو؟ كنحتاجو نعملو. من قبل كنت هضرت لكم عن هاد الاكسبرسيون هادي ملي كنبغيو نعملوها كنبحثو على قاسم على معامل مشترك. هنا ما كنلقاوش ان هناك معامل مشترك، لذلك يمكننا ان نقوم بالبحث عن متطابقه هامه. دونك المتطابقه الهامه كما كنشوفو هنايا هادي كتساوي x كاري 4، ممكن نكتبها على شكل 2 في 2 في x زائد 3. الوغ هنايا بحال عندي a اس 2 ناقص 2 ab، ولكن هنايا x هي a و2 خصها تكون هي b. دونك الا بغيت متطابقه هامه خص تكون عندي هنايا زائد 2 اس 2. شنو غندير؟ غندير x كاري ناقص 2 في 2 في x زائد 2 اس 2 هي 4، وغنعاود نقصها بما ان هاد 2 هادي ما عنديش هنا، 2 اس 2 ما عنديش هنا، الوغ غادي نعاود نقصها بما انني زدتها غنقصها. 2 اس 2 هي 4، ونزيد هاد 3 هنا ما ننساهاش زائد 3 كتساوي
اكس كاري ناقص اثنان في اثنان في اكس زي اثنان كاري ناقص ربعة زائد ثلاثة هي ناقص واحد. هاد الشي اللي عندي هنا سي اون ايدونتيتي ريماركابل اللي هي الثانية اللي هي ا اوس اثنان ناقص اثنان ا بي زائد بي اوس اثنان. دونك غادي نعملها بهذا الشكل هذا اكس ناقص اثنان يعني ا ناقص بي الكل اوس اثنان ونضيف هاد ناقص واحد. هادي هي الاكسبرسيون الاولى. شنو خصنا نبينو؟ هاد الاكسبرسيون هادي خاص حتى هي نبينو انها كتساوي واحد لطخ واحد التعبير اخر. شنو غنديرو في السؤال بي؟ غناخدو هاد الاكسبرسيون هادي اكس ناقص اثنان الكل اس اثنان. هاد واحد اللي عندي هنا ممكن نكتب على شكل واحد اس اثنان. دونك هادي كتساوي هادي. ولات عندي ا اس اثنان ناقص بي اس اثنان. هادي متطابقة الهامة الأخيرة. ممكن نعملها بطريقة باينة اللي هي ا اللي هي هادشي كامل ناقص بي عامل لي ا عامل لي ا اكس ناقص جوج زائد بي اللي هي واحد. ونبسط اكس ناقص جوج ناقص واحد هي اكس ناقص ثلاثة عامل لي اكس ناقص اثنان زائد واحد اللي هي اكس ناقص واحد. هذه هي الاكسبرسيون اللي عندي هنا. السؤال الاخير خصنا نبحثوا على سوليسيون ديال هاد الاكسبرسيون الاولى كتساوي صفر. ممكن نستعملوا هذه ممكن نستعملوا هذه ممكن نستعملوا هذه. اذا غنستعملوا الاخرى اللي هي سهله لهاد ليكواسيون كتعني ان اكس ناقص ثلاثة عامل لي اكس ناقص واحد تساوي صفر. دونك هادي تساوي صفر كتعني ان هادي تساوي صفر. دونك الحل هو اكس ناقص ثلاثة تساوي صفر يعني اكس تساوي ثلاثة او اكس ناقص واحد تساوي ثلاثة يعني اكس كتساوي واحد. المعادلة تقبل حلين. دونك السلام عليكم. اليوم سوف نتعلم كيف نقوم بحل معادلة من الدرجة الثانية بمجهول واحد. الوغ ملي كنبغيو نحلو معادلة من الدرجة الثانية كنطيحو في تخواكا ثلاثة ديال الحالات. هاد ثلاثة ديال الحالات غنخدمهم معاكم كاملين. أولا غنبدو مثلا بهادي هاد المستان هاد المعادلة هادي كنلاحظو أن هناك عامل مشترك ما بين هاد الحدود اللي عندنا هنايا. العامل المشترك هو إكس يعني ممكن نكتبو على شكل إكس عامل لي إكس زائد واحد تساوي صفر. هنا ملي كيكون عندي العامل المشترك ممكن نعمل المعادلة. دونك هادي سهلة. دونك كناخد العامل الأول يساوي صفر او العامل الثاني يساوي صفر يعني اكس كتساوي صفر او اكس زائد واحد تساوي صفر. هاد كتعطيني اكس كتساوي ناقص واحد. ها هما جوج ديال الحلول. الحاله الثانيه هي انني ما كنلقاش عامل مشترك ما بين الحدود كاملين وبالتالي ما يمكنش نعمل هادو بجوج ونخلي هادي. شنو كندير في هاد الحاله؟ كنقلب على متطابقه هامه كتشبه لهاد المعادله. هنا عندي المتطابقه الهامه الاولى اللي هي على شكل اكس اس اثنان زائد اثنان في واحد في اكس زائد واحد أس اثنان كتساوي صفر يعني على شكل أ أس اثنان زائد اثنان في أ بي زائد بي أس اثنان. دونك ملي كنبغي نعملها كنعطيها إكس زائد واحد الكل أس اثنان تساوي صفر. هنا في هاد الحالة يعني إكس زائد واحد تساوي صفر يعني إكس تساوي ناقص واحد. المعادلة تقبل بحل وحيد. الحالة الثالثة وهي اللي كتجينا يعني كتكون شوية ما واضحاش ماشي صعيبة وإنما ما واضحاش في الحل ديالها هي هادي. هادي ملي كنشوفها في البداية كتجيني بحال هادي ولكن هنايا شنو ناقصها؟ إلا بغيتها تكون متطابقة هامة خاص يكون عندي الواحد يعني أن هنايا اثنان مضروبة في واحد مضروبة في إكس. دونك هنا في البداية عندها بداية متطابقة هامة ولكن ما كاملاش. دونك اثنان في واحد في إكس ولكن ما كاملاش. أنا شنو غندير؟ هاد ناقص ثلاثة غنخليها هي الأخرى. شنو غندير؟ غنشوف شنو اللي غيكمل لي متطابقة هامة. اللي غيكمل لي متطابقة الهامة هو واحد. شنو غندير؟ غندير زائد واحد ناقص واحد نزيدها ونقصها بحال ما درت والو ونكمل المعادلة ديالتي. غناخد هادشي أنا اللي زدت غنخدمو بمتطابقة هامة وما تبقى غنجمعو ونخليه ضروري غنلقى بيه الحل. ألوغ الأولى شنو غتعطيني؟ إكس كاري زائد اثنان اكس اثنان في واحد في اكس زائد واحد يعني غنحلها بطريقة اللي عندي هنا يعني اكس غتعطيني اكس زائد واحد الكل اس اثنان. بقات لي ناقص واحد ناقص ثلاثة هي ناقص ربعة. إلا لاحظت هنايا هادي اكس زائد واحد اس اثنان هذا عدد اس اثنان وهذا ربعة راه ممكن نكتب على شكل اثنان اس اثنان. دونك هنا تخلقت لي متطابقة هامة وحدة أخرى. شنا هي المتطابقة الهامة الأخيرة ليدونتيتي غوماركابل اللي هي أ زائد ب عاملي أ ناقص ب كتساوي أ أس اثنان ناقص ب أس اثنان يعني أن هذا كامل ممكن نعتبروه أ وهذا ممكن نعتبروه ب.